الاتحاد الأوروبي يقر إصلاحا تاريخيا لسياسات الهجرة واللجوء. وزير الخارجية التركي يرد على وصف النمسا لحماس بالإرهابية. المستشار النمساوي يؤكد التزام الحكومة بحماية حرية الدين. النمسا تعدل برنامج مكافأة المناخ لزيادة الدعم هذا العام. فيينا تسترد 1,000,000 يورو من مزودي رياض الأطفال الخاصة. شركة آتي أوند إس تخفض عدد موظفيها في النمسا بسبب ارتفاع الأجور. مرحبا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. أعطى الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لإصلاح تاريخي حول سياسات الهجرة واللجوء لتشديد القيود على الحدود، وملزما الدول الأعضاء بتقاسم مسؤولية الوافدين. وأقر الوزراء الأوروبيون في اجتماع ببروكسل نحو 10 قوانين تشكل ميثاق الهجرة واللجوء الذي يبدأ العمل بمعظمه من عام 2026، حيث دعمت الأغلبية الخطة بينما عارضتها المجر وبولندا بالكامل، فيما اعترضت النمسا وسلوفينيا على بعض البنود. وتأتي الإصلاحات بعد سنوات من النقاش الحاد، وتتطلب من الدول إقامة منشآت حدودية لفحص طلبات اللجوء وإعادة غير المؤهلين، إضافة لتوزيع طالبي اللجوء على دول أخرى. رد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على تصريحات نظيره النمساوي ألكسندر شالنبيرغ التي وصف فيها حركة حماس بالإرهابية. وأكد فيدان خلال مؤتمر صحفي في أنقرة أن إسرائيل قوة احتلال تسرق الأراضي الفلسطينية، وأضاف أن الاحتلال المستمر يؤدي إلى انفجارات مثل ما حدث في 7 أكتوبر. وأوضح فيدان أن حماس حركة مقاومة وليست إرهابية، مشيرا إلى أن قتل الأطفال الفلسطينيين بقصفهم في منازلهم خطأ كبير، وأن المجتمع الدولي لم يوقف الظلم. أكد المستشار النمساوي كارل نيهامر التزام الحكومة بحماية حرية الدين وتعزيز التسامح والتعايش السلمي بين جميع الطوائف في النمسا في لقاء جمع قادة ورموز الأديان في النمسا. وأشار نيهامر إلى اتفاق جميع الكنائس والمساجد والجمعيات الدينية على مواصلة العمل لتحقيق هذا الهدف، وشدد على أن لجميع المؤمنين في النمسا الحق في ممارسة شعائرهم الدينية دون خوف، والاحتفال بالمناسبات معا، وارتداء العلامة الدينية في الأماكن العامة. ودعا إلى التعاون بين الأديان لمنع التطرف والإرهاب، مؤكدا أن الدين لا يجب أن يستخدم من قبل الإيديولوجيات المتطرفة. أعلنت الحكومة النمساوية عن تعديلات على برنامج مكافأة المناخ لعام 2024 لتعزيز حماية البيئة والعدالة الاجتماعية. وسيرتفع مبلغ المكافأة ليبدأ من 145 يورو إلى 290 يورو، وتمنح المكافأة للأفراد المقيمين في النمسا لأكثر من 6 أشهر، ويتم الدفع تلقائيا، فيما سيحصل الأطفال دون سن 18 على نصف المبلغ، والأشخاص من ذوي الإعاقة على التعويض الكامل، مع فرض ضرائب على من يتجاوز دخلهم السنوي 66,000 يورو، وستبدأ عملية الدفع من بعد هذا الصيف. أدت عمليات الفحص المتعمقة لمزودي رياض الأطفال الخاصة في فيينا إلى استرداد المدينة حوالي 1,000,000 يورو من أموال الدعم المستخدمة بشكل غير سليم، بالإضافة إلى فسخ 8 عقود دعم في عام 2024 وحتى الآن. وكشفت التحقيقات التي جاءت إثر تقرير من مكتب المراجعة في فيينا عن ممارسات مشبوهة مثل عملية سحب نقدية كبيرة وصراعات مصالح، وتتضمن آلية الفحص التحقق من استخدام أموال الدعم وفقا لمبادئ الادخار والكفاءة مع تكثيف عمليات التفتيش الميدانية. وأكد كورت بيرغا
من قسم رياض الأطفال في فيينا على أهمية هذه الفحوصات لضمان الاستخدام الأمثل لأموال الضرائب. أعلنت شركة آتي أوند إس للتكنولوجيا العالية في شتايرمارك عن خفض 1000 وظيفة عالمياً، منها 500 وظيفة في مصنعها في شتاير. وأوضحت الشركة أن هذا القرار يرجع إلى اختلاف المهارات المطلوبة بين المصانع الحالية والمصنع الجديد في ليوبين الذي سيصنع ركائز لوحات الدوائر المطبوعة ويحتاج لمهارات متخصصة. وأكدت الشركة أن خفض الوظائف يعزى إلى نقص المهارات والطلب المتراجع على المنتجات التقليدية، بالإضافة إلى ارتفاع أجور العمالة في النمسا. ومع نهاية نشرتنا نشكر لكم متابعينا حسن المتابعة. دمتم بحفظ الله، إلى اللقاء.